السيد الرئيس رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية وأيضا فخامة الرئيس محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي رؤساء الوزراء والحكومات سيداتي وسادتي أود أن أشكر قبل كل شيء السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي وأيضا كل الأطراف المشاركة في هذه المبادرة التي تمنحنا اليوم فرصة للتبادل حول التعامل أو إدارة قضية الهجرة وتداعياتها على التنمية. بالنظر إلى أن نتطرق إلى هذا الموضوع الذي له علاقة بالتنمية، طبعا مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية، لأن الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول، سواء كانت دول المصدر أو دول العبور أو دول الوصول، فهي تؤثر على التنمية، أقصد هنا تنمية هذه الدول. وبالإضافة إلى الهجرة طبعا غير المشروعة التي تؤثر على التنمية في دول المصدر ودول الوصول، هناك أيضا الهجرة غير المشروعة وغير الموثوقة والتي تؤدي إلى كوارث إنسانية بالنظر إلى الاتجار بالبشر والتي تعرض للخطر حياة الناس. موريتانيا بلد مصدر وانتقال أيضا وعبور ووصول، تواجه مثل كل الدول الأخرى تواجه تحديات مختلفة للهجرة، فهي تستضيف على الأرض حوالي 100,000 من اللاجئين من إخواننا الماليين، والذين طبعا يضافون إلى وطنيات أخرى، والذين طبعا يضغطون على بلدنا وخاصة على اقتصادنا وأمننا ومجتمعنا. وكدولة عبور أيضا موريتانيا تواجه موجة من الذين يريدون العبور إلى أوروبا إلى إسبانيا. موريتانيا تحاول احتواء هذه الموجات بتعزيز المراقبة على الحدود وبتعزيز أيضا عمل الشرطة وحرس الحدود وأيضا بتعزيز التدريب لقواتنا الأمنية وبالعمل مع شركائنا الذين طبعا يمكن أن يعملوا معنا في هذا المجال. وموريتانيا تعرف موجة من الهجرة، وفي مواجهة هذه الظاهرة فإننا نعمل بدأب لمكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي والفقر من خلال خلق شبكات للأمن وللحماية، وأيضا برامج لمكافحة الفقر وبتقديم التدريب والتنمية للشباب. كل هذه الاستراتيجيات والبرامج تتطلب موارد مالية معتبرة، ونحن في موريتانيا ندرك بأن الحل الدائم للهجرة غير المشروعة يأتي من مشاركتنا وتحملنا للمسؤولية جماعيا. فالرد المناسب لهذا التحدي والذي تتقاسمه كل الحكومات
يتطلب مقاربة مشتركة وتطوير أيضا حلول يمكن تطبيقها جماعيا. علينا أن نطبق سياسات للتنمية لمكافحة الفقر ولتعزيز صمود بلداننا. La perspective sécuritaire et de contrôle des flux ne peut constituer une solution durable. الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلاً شاملاً للهجرة غير المشروعة، والتحديات التي يمثلها التدفق أظن بأنها تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية. لذلك من الضروري ومن الملح أن نأخذ في عين الاعتبار في روح التضامن قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، وعلينا أن نولي الاعتبار لمظالم الدول والمناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، وذلك عبر تقديم الدعم لتلك الدول. القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستراتيجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيق هذه الإجراءات. شكرا لانتباهكم.